ما ترجعليش ونقلع القلب ديالك هيدا. بصح ما فيكش الوجع؟ لا ما فيكش الوجع، ما كنكح ما كنشكر. ملي كطلعي في الدروج ما كت واه كان لا. بدينا بواحد الحمله طبيه بمناسبه افتتاح هذا المستشفى الجديد في مدينه فيكيك، وهذه هو احسن هديه اللي تقدمها الدوله للساكنه هنا. معنا اسمه اطباء القلب دي جينيكولوج نتاع النساء، عندنا الطبيب نتاع لوريال، عندنا جراحين، عندنا جراح عام، عندنا جراح كارديوفاسكولير. حنا كنتعاملوا معاه اكثر من 10 سنوات، دائما كيكونوا حالات اللي يحتاجوا عمليات نتاع القلب كنصيفطوهم ليهم. اللي كيميز هذه الحمله على باقي الحملات، الحملات الاخرى كتسمى قافله. الطبيب كيشوف واحد المريض مره صافي، ما غاديش ينجم يشوفه مره اخرى، اللهم الا كان رجع في واحد القافله اخرى. هذه الحمله حنا كنا منظمينها على حساب البرنامج ديالنا اللي عاملين، بان كتكون حمله مستدامه وذات فعاليه ومتطوره، لان هذا النوع من حملات جديده. خلال هذه الفترة هذه تم سريري وكذلك فحص بواسطة ليكوغرافي ديال واحد المجموعة فيما يخص الاختصاص ديالي، ديال واحد المجموعة من النساء، فيهم نساء حوامل، فيهم نساء اللي جاو كيديروا فحص ديال الثدي لان لاحظوا بعض المسائل متعلقه بالثدي ديالهم، فيهم نساء اللي عندهم كذلك اعراض خاصه بالرحم او بالمبيض او عندهم مشكل ديال العقم. وقد تم دونك الاهتمام بهاد الناس كلهم وعطيناهم المعلومات اللي خاصه بالصحه ديالهم وكذلك العلاجات اللي تتناسبهم.